هانتوما الدراري ساطا هز الناس الزيزوار كضرب ليه واحد الزيرو زيرو غادي يطلع ملس ان شاء الله. هانتا معلم صافي العيالات ولاو كوفيرات ديال الرجال فهاد لوطيل هذا في الصالون. قلت لي قلت لها زيرو عيب ماكينه الحلاقه، قالت لي تريحش من زيرو بماكينه الحلاقه زيرو بزازوا بانكو قال لي خدامي موتور بايك تاكسي ولا تجيب كمله الصحام هذا اللي شفتي الطوموبيلات تبقى بحال هذا الساط هذا خذ بهنايا وتجي تجي الموتور يدير لك بحال هكا وداك التراجي اللي غادي ندير انا دابا في 10 دقائق غادي يخصك ليه انت 40 دقيقه. احنا دابا الدراري خارجين من عند الحلاق احسن زيرو الدراري ضربت في حياتي والله عرفتي كتحس بالعنايه كتحس فريمون بالعنايه. علاش ضربت لي الزيزوار؟ قلت انا صافي ومن ورا ديك الماكينه الحلاقه باش كنحس من اللحيه عاوتاني ومن ورا ديك الشيفر ديك الثالثه عرفتي راه تنقول راه املس الزيرو املس الزيرو غادي نضرب في حياتي الدراري. والحلاق فين؟ هنايا فهاد ناطحه السحاب اللي من ورايا هنايا فين كاين الحلاق عرفتي وداير لك بالعمارات. هادشي باش تعجبني الحياة في الطايرون، الحياة السعيد، دار لك بالعمارات ناطحة السحاب، ويالله الدراري نمشيو نقضيو شغيل دابا، باقي تابعنا واحد النهار وأبقى غادي نصور. الدراري البنات عندي طوموبيلة وكي جيت كريت طوموبيلة، ولكن راه ما خداماش لي كمعلم في بانكو، قال لي خدامي، موتور بايك تاكسي ولا تجيب كملة السحام هذا، إلا شفتي الطوموبيلة تبقى بحال هاد الساط هذا، خذ بهنايا وتجي تجي الموتور يدير لك بحال هكا. وداك التراجي اللي غادي ندير انا دابا في 10 دقائق غادي يخصك ليه انت 40 دقيقه. هادي هي الوسيله اللي خدامها الخوت هنايا في بانكوك موتور بايك تاكسي. وحتى حنا صراحه خصنا الموتور بايك تاكسي في المغرب حتى هو راه حل. ها انت شوف ها كيف انت هكا وهكا عرفتو غادي نوصل في 10 دقائق ملي هزت الطوموبيله ديالي غادي نضرب 40 دقيقه ونبقى واحد لواحد ثلث ساعه كنقلب فين نباركيها وعاد واحد 10 دقائق نتمشى باش نمشي لديك البلاصه اللي باغي. الدراري البنات فين حنا راكم كتعرفوه السي سعد هوايا اللي ما كتعرفوش هو السي طوني السي انا الصديق ديالنا بعد كل الشباب